زرقاء السعادة سيت كوم اللي ممكن تكون هاد العام ان بو اوريجينال، لان لي تيكست كاتبينهم غابو، كاتبينهم من الواقع اللي ديال الشاعر المغربي. الشخصيه ديالي شخصيه ديال عزيز، واحد ستيلي، واحد الخياط، هو خياط تراديسيونيل ولكن عنده في دماغه واحد الوهم، عايش واحد الوهم انه هو ستيليست وعصام واش ما هو حاط فاسو صديق، عنده واحد الدوبل بيرسوناليتي ولا عندي دوبلومون في الشخصيه ديالو، انه في الدار اللي سوميسون مع مراته اللي هي الفنانه ابتسام عروسي، سوميسون كيخاف من ماتو بزاف، ضاغط عليه شويه ماتو، ملي كيخرج للحانوت ديالو في زنقه السعاده كي عنده واحد لا مارج دو ليبرتي، عنده واحد لا مارج دو ريفولوسيون بلوز او موان. ستادي غادي هي الشخصيه ديال عزيز في زنقه السعاده. الاجواء مزيانه، الشركه المنتجه زعما موفر لنا كاع الامكانيات باش نخدموا في جو عائلي. ديجا الكاست يعني اغلبيتنا خدمنا مع بعضياتنا من قبل، صديق كنعرفوا بعضياتنا، كاين واحد الهارموني زوينه، كاين واحد الانرجي بوزيتيف دايره في البلاطو، اي سي اون بون شوز. اكيد فنان كبير ديالنا الليدر ديال الكوميديا في المغرب سي محمد خياري ديما عنده واحد الميساج ا باسي كو، صديق وهي ستيتكم كلها يباس واحد الميساج اللي هو بوزيتيف بيان سور، هو لوماج لهذوك الحرف الصغيورين، لان كاينه الفنانه هدى صدقي عندها بوتيك، الفنانه حسنة مومني عندها حانوت ديال الخضار، الفنان القامة عنده سيمو القامة عنده حانوت ديال النحاس، وهذا صديق كاين هذاك اللوماج لهذوك الحرف الصغيورين، خياط خضار، هذوك الحرف الصغيورين، دوك الحرف البسيطه اللي كيمتهنوها زعما ديكو مواطنين ديالنا ولاد الشعب المغربي كيمتهنوا هذه الحرف، ممكن ستيت كوم باغا تروندي ليهم اترافيغ الكاست كامل اللي كاين، تروندي ليهم اوماج بلوز او موان كو هاد الحرف الصغيوره، واخا هي بسيطه ولكن راه ضروريه في الصيغه العامه ديال المجتمع ديالنا. هو انا ماشي عارف شهر رمضان الاعمال ديالي، اغلبيه الاعمال ديالي حتى كنتلاقى معاه، يعني ما كنقدرش نشوف راسي بلوز او موان، انا كنبقى كنقول كون جوغي دو فيغ سا جوغي دو فيغ سا، مي ابارامون كنشوف الاعمال ديالي اللي كنكون فيها في رمضان، ولو انني كنت غائب على رمضان وعندي واحد يعني اطلالات خفيفه. تقدر تقول لي واحد 6 7 اون وانا غائب على رمضان، على السباق الرمضاني بحضور زعما قوي، كنكون حاضر بدي تروك بساط. هاد العام عندي حضور يعني لا في الدراما، في مسلسل القلب وما يريد ديال المخرج الجميل علاء أكعبون، ومسلسل حياة خاصة ديال المخرج الرائع مراد الخودي، وهاد السيت كوم صديق عندي واحد مسلسل نصف قمر درتو مع جهة البحار ممكن يدوز في الأولى. يعني عندي كاين حضور هاد العام، حضور قوي، غنكون اوبليجي انني نشوف الاعمال ديالي بروجيكسيون ديالها ولا الديفيزيون ديالها بحضور ولادي، لان ولادي هما الجمهور الاول ديالي، عطي قولينا وشعيب اللي كنوجه لهم تحيه من هنا. ورمضان هو سا موايان دو روبو، اولا انا كنرتاح في رمضان، ثانيا سام بيرمي انني نجبد البيبليوتيك القديمه ديالي ونعاود نتصفى، نرجع للقرايه والبوكيناج، فيكو كيكون عندي الوقت طوال الوقت، بلوس كي قلتي الاجواء الدينيه والاجواء الرمضانيه مع العائله ومع الاسره، كنقبل كل شيء وكنتفاعل مع كل شيء وكنتادابتا مع كل شيء، الا مونك دو ريسبي، ملي كنحس راسي تمونك عليا الريسبي كيلكو باغ سامرون فريمون يمكن نتعصب واحد شويه، مي بارامون اون سادابت، اوني لا جوست بور سادابتي. هي راه كيقولوا واحد المثل الفرنسي، ا فورس دو فورجوري اون دوفيان فورجورون، صديق راه ممكن باعتبار ان كتكون شويه الحموضيه
ومغاربة كي كيلكو مغاربة واحد بورسونتاج بسيط اللي هو 5 ولا 10% كيحاولوا يامبليفيو اللعيبات وكيحاولوا يواكوا ويسطوا على داك على دوك الهفوات اللي ممكن يكونوا، فكتبقى هي كتولي بحال العاده يعني كتولي مي بارامون انتقاده المغاربه تبارك الله وعاو ولاو كيعرفوا يتفرجوا ولاو كيقارنوا ما بين الحوايج، لان عندهم قنوات عندهم اكثر من مليون قناه في التلفزه ديالهم، ومع ذلك كيشوفوا المنتوج المغربي وكيشوفوه بعين ديال 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 القبول يعني قابلين، وهما اصلا على فات انهم هما كيشوفوا راسهم فيه. فكنظن انتقاد مزيان، خصو يكون انتقاد بناء ويكون انتقاد كونستركتيف، يعني يكون انتقاد اللي نقدروا نبنيو نداكو في الاخطاء ديالنا ونبنيو به دراما وكوميديا جديده. ما كنقول للجمهور المغربي جفوزام كوم دابيتود، ميم اللي ماشي فان ديالي ولا ما متبعش معايا حتى هو جو لام جيم تو الموند. هاد العام ان شاء الله بعد الاعمال اللي درت انا القلب ما يريد وحياة خاصة وزرقة السعادة، حاولت نعطي ماكسيموم من جهدي باش نكون عند حسن الظن ديالكم. إلا كانوا شي هفوات ولا كانوا شي حاجة اللي ما راقتش لكم، استسمح مسبقا وفرجة ممتعة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.